من أعظم الاكتشافات التي غيرت حياة البشرية ما يعرف بجواز السفر. يرجع ابتكار ما يسمى بوثيقة السفر أو جواز السفر إلى المسلمين، حيث لجأ المسلمون إلى ابتكار وثيقة السفر أو سميت حينها وثيقة المرور، بعدما تسعت الدولة الإسلامية وظهرت الحاجة إلى حمايتها والحفاظ على أمنها من تسلل الغرباء والجواسيس وقطاع الطرق. ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه منع السفر إلى أرجاء الدولة إلا بإذن خطي منه ولمدة معينة وبوثيقة موقعة بخط يده. بعد ذلك بفترة طويلة عثر على وثيقتي سفر أيضا في مصر كتبا باللغة العربية على ورق البردة، فوجد في تاريخه ما يرجع تقريبا إلى المائة الثانية للهجرة، وكتبهما عمال الأمير عبد الله بن الحجاب، واحتوت على العديد من المعلومات وسميت في ذلك جوازا للسفر. للمزيد من المعلومات في التعليقات في طقس العرب. إلى اللقاء.